برنامج علوم مواد في مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هو برنامج من أحد برامج الانتردسيبلينارتي أو البينية بين البرامج، لأنه بنغطي فيه استخدام المواد أو بنتعرف على خصائص المواد. وطبعا المواد زي ما كلنا عارفين موجودة حوالينا في تطبيقات كتيرة في الحياة، بداية من الملابس بالنسبة للدراج اندستري، بالنسبة للبتروكيميكال اندستريز وغيرها كتير. فبالتالي بنبتدي في البرنامج ده، لان الجراديويت بتاعنا لازم يتعلم كويس قوي الاساسيات بالنسبه للكيمستري وفيزيكس والماث اند بيولوجي. بعدين بندخل لمرحله متقدمه اكتر شويه، ان احنا بنحاول نوري الطلبه بتوعنا ايه الديفرنت ابلكيشنز للماتيريالز موجوده في الديلي لايف ابلكيشنز. وبعدين في المرحله الثالثه في البروجرام الطالب بيدرس كثير من التوبكس اللي بتعرفه ازاي تو انترلينك الابلكيشنز بتاعت الماتيريال دي بالبروبرتيز بتاعتها وبالستراكشر بتاعت الماتيريال. وطبعا ده في خلال البرنامج ده احنا بندمج التعليم بالنسبه بالابحاث كمان، لانه الطالب له اكسس على ريسيرش لابس عندنا في المدينه، وله اكسس انه يتعامل مع دكاتره في ابحاث حقيقيه بيقوموا بيها في المدينه. وكمثال للسكسس ستوريز عندنا، انه في عندنا طلبه undergrads هما نشروا من مدينة زويل قبل ما يتخرجوا من البروجرام معنا في المجلات العالمية بالنسبة للماتيريال ساينس، وبعضهم حتى سافر في دول خارجية ليقضي الانترنشيب بتاعته في دول أخرى، وما شاء الله نالوا إعجاب يعني الباحثين بره، ونشروا معهم برضو بره في ماتيريال ساينس جورنالز معروفة عالميا. بالنسبة لسوق العمل بالنسبة للخريج بتاعنا، هو سوق يعني منفتح وواعد جدا، لأنه زي ما ذكرت برضو الماتيريالز موجودة حوالينا في حاجات كتير جدا، والابليكيشنز بتاعتها almost endless. فمن ضمنها شركات البتروكيميكالز، شركات الدراجز، شركات الريجنس او الاندستريز عموما in general. او كمان بجانب ده طبعا ان احنا مشجع خارجين ان هم يدخلوا بالنسبة للجراديويت سكولز، بالنسبة للاكاديميا، لان هم ان شاء الله هيكون لهم فرص واعده جدا في الفيلد ديت، لان هم دلوقتي ابديتد تماما بكل الموجود حاليا وعالميا على السوق العالمي بالنسبه للماتيريال ساينس.